استاذ نبيل عبد النعيم المخرج. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذنا؟ وحشتوني. عندنا فقرات هتعجبكم قوي قوي قوي. الضنا غالي قوي، تعالوا نشوف دموع ماجد المصري. اتعملت العملية؟ لا، انت ايديك بتترعش وبتدمع. افتكرت الليلة دي جامد. هي كانت صعبة كده؟ هي يصل يعني هو مهتب يعني. عندنا حكاية غريبة من فيلم شيء من الخوف. يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. الولد كما أي عيل في عيال ناس البلد. شنبه بقى إيه؟ حكاية. لا هو أنا مش اقتنعت، أنا اتهزقت في اليوم ده جامد قوي. يلا نبتدي الحلقة، يلا مع بعض. عرسنا النهاردة ستايل وحكاية. أول ما شافه المخرج حسين كمال قال له اسمك إيه؟ قال له اسمي خالد عجاج. قال له عجاج وبشنب حاجة من الاتنين، يا تغير اسمك يا تحلق شنبك، يا ترى اختار إيه؟ خالد، عايزاك توصف لي ليلة فرحك بالظبط كانت إزاي؟ افتكر مين كان حاضرها؟ افتكر بالظبط كنت تعمل فيها إيه؟ اوصفها لي. انا كنت موضوع بقى ستايل خالص، حاجه ثانيه غير كده خالص. انا شفت لقطه كده، كنت مستخبي ورا حاجه. ورا شنبي. مستخبي ورا شنب. انا شنبي، انا كان عندي شنب جامد قوي. انا طبعا يهمني ان انا اتكلم عن الزفاف، لكن موضوع شنب ده ما اقدرش افوته طبعا. مفيش مشكلة. مستخبي كنت يومها وقاعد في الكوشه مستخبي ورا شنب. وعلى فكره انا سمعت من ناس قريبين منك جدا ان الشنب ده كان عزيز عليك قوي قوي قوي. طبعا. طب عايز اعرف بقى ايه اللي اقنعك انك تشيل شنبك، واحساسك ايه ليله القبض على شنبك؟ هو انا بعد ما اتجوزنا فمراتي اقنعتني انه الحياه مع الشنب مستحيله. لا، الحياه اخرها بحر في اسكندريه يعني. فاقنعتني، ما كنتش احب القاهره ابدا، اقنعتني ان انا نيجي مصر يعني. فبدات اعمل تعارف بقى بيني وبين الملحنين والمؤلفين وبتاع وكده. فكان في يوم كنت معزوم في عيد ميلاد الموسيقار فاروق الشرموبي. وكان حاضر في اليوم ده المخرج الكبير الاستاذ حسين كمال. كان حاضر. وكان موجود الاستاذ سامي العدل. فالاستاذ سامي العدل عارفني. فخالد يا جماعه ده صوته جميل قوي وكده. فاللي قاعد جنبه الاستاذ حسين، فقام بص لي كده باستغراب يعني، انت مطرب؟ قلت له قال لي اسمك ايه؟ قلت له خالد عجاج. قال لي كمان عجاج وبشنب وشكل يعني انت هتطلع تخض الناس؟ ما حاجه من الاثنين، لا تغير اسمك لا تحلق شنبك. فايه العزيز بقى على الواحد يعني. هو اقنعني قوي في اليوم ده. اقتنعت؟ لا هو انا مش اقتنعت، انا اتهزقت في اليوم ده جامد قوي. وكنت بقى اللي بيشتغلوني بقى في القعده كلهم يعني. وسامي العدل، ها ابو شنب ايه مش يعني كده الجو ده. قررت في ليلتها تحلق؟ لا، يوميها بقى جت مراتي ومدير اعمالي ايامها وبتاع، احلق شنبك لازم فجاه كده، لازم تقرر فجاه بعد ما حكيت لهم اللي حصل. هم بقى ماسكينها حكايه بقى طول الليل. فاتجرأت قوي بقى وقمت قايم حلق شنبي. وكانت الصدمه يعني بقى، لقيت واحد تاني انا ما اعرفوش في المرايه. زعلت قوي. جواز عتريس من فؤاد باطل، محدش ينسى الجملة دي، ومحدش ينسى الفيلم ده أبدا، فيلم شيء من الخوف للنجم محمود مرسي والنجمة الرقيقة شادية. الفيلم ده جواه حكاية غريبة قوي. أهل القرية صوروا كلهم في الفيلم بدون أي مقابل، وكان من أسرة الفيلم رد الجميل إن هم بنوا لأهل القرية الهويس اللي وقفت فوقيه شادية في الفيلم. شوفوا الفن زمان كان رسالة ازاي وكان بيخدم المجتمع ازاي. في هذا الفيلم انا كتبت ان البلد اسمها الدهشنة والمكان محدش قال لنا،
يمكن ما كانتش ابدا، يمكن في كل مكان. امتى؟ ما حدش دلنا. يمكن ما حصلش ابدا، يمكن في كل زمان. وكتبت ان الولد ما اعرف ايه ابو قلب الاخضر الى اخره، والبنت ورده بيضه، خلوا بالكم يا ساده البنت من الدهشنه واسمها فؤاده الى اخره. يعني مجموع الاغنيات دي غنت الاغنيه الرقيقه جدا اللي ما زالت محفوره في وجدان الناس، اللي هو يا عيني على الولد، يا عيني يا عيني يا عيني على الولد، الولد كما اي عيل في عيال ناس البلد، جسمه برضك قليل زي ولاد البلد، سموه على اسم جده ساعة لما اتولد، يغوى صوت السواجي لما تملى البلد زي ولاد البلد الى اخره. ويعني حسين كمال بهذه الخطة وسماحه ليا ان انا اعمل حوار فيلم شيء من الخوف، هو اللي ادى الى ان انا عملت بعد كده اغنية الموت لفاتن حمامة، والطوق والاسورة اللي لعب بطولته عزة العليلي وشيريهان. فأنا مدين لحسين كمال بأن عملت حوار شيء من الخوف وتلك الأغنيات الرائعة الرقيقة. وطبعا هم تعبوني في اللهجة، لأنه حسين كمال قعد يعمل لهم نسخ علشان يحفظوا اللهجة بتاعة الفيلم. وأنا فاكر رحت معاهم قرية اسمها ألمة عند بعد القناطر كده، يعني في طريق الأليوبية. هذه القرية احنا بنينا لهم الهويس اللي شادية بتطلع عليه واللي المية بتندفع منه. في نظير ذلك كل أهل القرية شاركوا في هذا الفيلم. فعلا الضنا غالي. دموع ماجد المصري لما بنته مهتاب دخلت غرفة العمليات، وربنا سلم، ربنا يمتعنا كلنا بالصحة ويحفظ لنا أولادنا. هو كان في ليلة فعلا صعب ان انا انساها. مهتاب بنتي كان عندها سنة ونص. لاحظت انا ومنى كده ان هي ساعات تعرق كده، ويبقى في ثبات كده لما بدأت تتعلم لسه المشي يعني. فكشفنا عليها لقينا ان عندها حالة اسمها بي دي اي. دي يعني حاجة في القلب، شريان معين. الشريان ده المفروض ان هو بيقفل لوحده مع اول نفس بعد الولادة على طول للطفل. لما بياخد النفس الشريان ده بيقفل من تلقاء نفسه كده. في حالات بتحصل ان الشريان ده ما بيقفلش، عند مهتاب ما قفلش. بس احنا كمصريين حتة ان في حاجة في القلب دي بتهز قوي يعني. القلب عارفة يعني احنا دخلنا في مشكلة كبيرة يعني. فطبعا انا قلت لازم اطلعها في الخارج والاخر وكده. طالما ذكرنا الجزئيه دي، ايدك بتترعش. طالما ذكرنا الجزئيه دي انا طبعا لقيت يعني فعلا وحسيت بحب وشديد من ناس في الوسط الفني، او من فنان العظيم محمود ياسين والحاجه شهيره، قالوا لي لا هتعمل هنا العمليه في مصر، وهنوديك للدكتور عادل امام اكبر جراح في مصر، ومالكش دعوه باي حاجه. قلت لهم مش حكايه ماليش دعوه باي حاجه، انا خايف هنا. قالوا لي لا ما تخافش، اسمع الكلام. وقفوا معايا، وديت بنتي في معهد القلب، واتعملت هناك يعني هي ما كانتش جراحه الحمد لله يعني. هي اتعملت بسموها على المينيتور كده بالامبريلا. ف اتعملت العمليه. لا انت ايديك بتترعش وبتدمع. افتكرت الليله دي جامد. هي كانت صعبه كده. هي يعني هو مهتاب يعني الضنا فعلا غالي عارفه يعني. مش عارفه اتكلم. اتعملت العمليه ونجحت الحمد لله. يعني هي كانت مرعبة، وفي نفس الوقت بعد ما عدينا مرحلة الملاحظة اللي الدكتور حددها كانت فرحة كبيرة قوي.
اني اول ما شفت مهتاب بقى بخير كده وبتضحك ولعبت معاها وطمنت على صحتها حسيت بايه بقى؟ مش قادر اوصف لك بجد، مش قادر اوصف لك يعني. كان الحمد لله يا الله يا رب. وفي يوم 4/3/94 الله رزقنا بماهي أغلى المولودين. وفي يوم 4/3/94 الله رزقنا بماهي أغلى المولودين. الحلقة خلصت، يا رب أيامكم تبقى فرحة وسعادة وصحة وستر. السلام عليكم.